هلو لودي، فحص تيست ليبن ان دويتشلاند او الحياة في المانيا هو فحص كل شخص بيقدمه باخر دورة الانتجراسيون كورس. في عنا مثل بعض الحصص، واحد بيتعلم شوي عن الفحص وبيروح بيقدم الفحص. هذا هو نفسه كمان الفحص، له عدة مسميات مثل الفحص المواطني. ونفس الشيء كل شخص اجنبي بده يحصل على الجنسية الالمانية لازم يقدمه لهذا الفحص. يتكون من 300 سؤال الفحص، وهني مشتركين بين كل الولايات في ألمانيا. بالإضافة في عنا 10 أسئلة منفصلة بكل ولاية، يعني 10 أسئلة مختلفة حسب أنت وين عايش. الفحص هو مكون من 33 سؤال. نحن إذا كانت معرفتنا باللغة متوسطة بالألماني، بالإضافة لنستخدم بعض المنطق بالإجابة، بكل بساطة فينا ننجح. اليوم رح يكون معنا 5 أسئلة. راح نشوف ترجمة السؤال وترجمة الخيارات الأربعة. في عنا خيار واحد منهم صح. بعد ما نقرأ ونترجم نشرح عنه شوي، راح نعطي مجال شي حوالي ثانيتين أو 3 ثواني الواحد يجرب حاله، بعدين نشوف الإجابة الصحيحة. بنبلش بأول سؤال. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil. السؤال هو: في ألمانيا يحق للناس انتقاد الحكومة علنا لأن. عندنا خيارات 4-1 من صح. هير religions freiheit gilt، هون في عندنا حرية دينية. Die Menschen steuern zahlen، الناس بيدفعوا ضرائب. Die Menschen das Wahlrecht haben، الناس عندهم الحق للتصويت للانتخاب. Hier Meinungsfreiheit gilt، هنا تطبق حرية الرأي. الخيار الأول في عنا الحرية الدينية، أكيد انتقاد الحكومة والحرية الدينية ما لها علاقة ببعض. دفع الضرائب كمان أكيد ما لها علاقة فيها. حق بالتصويت، هون عم نحكي أكيد نحن على انتقاد الحكومة على إعطاء الرأي. والخيار الأخير Hier Meinungsfreiheit gilt، والجواب الصحيح هو الجواب الأخير طبعا. إذن السؤال هو: في ألمانيا يحق للناس انتقاد الحكومة علنا لأن، هنا تطبق حرية الرأي. هذا هو السؤال الأول وهو كثير سهل. ننتقل على السؤال الثاني. In Deutschland können Eltern bis zum 14 Lebensjahr ihres Kindes entscheiden ob es in der Schule am. يمكن الأهل في ألمانيا التقرير إذا ما كان ولدهم حتى سن 14 في المدرسة. شو يعني الحكي؟ يعني الأهل فينو يحددوا أو يقرروا إذا كان ولادهم حتى سن 14 رح يشتركوا أو رح يشاركوا بالمدرسة بحصص. شو هني معقول يكون جواب الصح؟ Geschichts Unterricht teilnimmt، religions unterricht teilnimmt، politik unterricht teilnimmt، sprach unterricht teilnimmt. اذا الخيارات هني: الاول عندنا دروس التاريخ، ثاني دروس الدين، ثلاثة السياسي، واربعة اللغة. تي سؤال سهل، والجواب الصح هو الجواب الثاني طبعا، هو الدين. طبعا لانه في اديان مختلفة والواحد بحق له يختار الحصة اللي بده ابنه يشارك فيها، او في عنا حتى حصص للادينيين اذا حدا ما بحب ابنه يشارك حصة الديانة. اذا هذا هو السؤال الثاني. اذا السؤال الثاني هو: الاهل فين يقرروا عن اولادهم لحتى السن ال 14 لاي حصة يشاركوا فيها، مثل ما قلنا الخيارات تاريخ دين سياسي لغة، والجواب الصح هو الدين. ننتقل على السؤال الثالث. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? ألمانيا هي دولة دستورية. ماذا يعني ذلك؟ أو ماذا يعني هذا؟ Alle Einwohner, Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. دي غريشته ماخن دي غزتسه. اذا الخيار الاول: alle einwohner einwohnerinnen
und der Stadt müssen sich an die Gesetze halten. يجب على جميع المواطنين والمواطنات والدولة الالتزام بالقوانين. Der Stadt muss sich nicht an die Gesetze halten. الدولة أو الحكومة هي غير مضطرة للالتزام بالقوانين. Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen. فقط الألمان يجب أن يطيعوا القوانين. أكيد المقصود فيها معهم جنسية ألمانية. دي Gerichte machen die Gesetze. المحاكم تصنع القوانين أو تسن القوانين. طبعا الخيار الأول أنه كل المواطنين والمواطنات والدولة يجب عليهم الالتزام بالقوانين. طبعا حكي كتير منطقي. البعد أنه الدولة هي غير مضطرة الالتزام بالقوانين. أكيد ما نظرتها. نور دويتش فقط الألمان هني يجب أن يطيعوا القوانين. طبعا حكي ما بزبط. ليش؟ لأنه في كتير عالم ما معهم جنسية ألمانية وعايشين بألمانيا ولازم كل العالم تطيع القوانين أو تمشي حسب القانون. والأخير إنه المحاكم هي تسن القوانين. أكيد الجواب الصح هو الأول، إنه كل المواطنين أو المواطنات والدولة يجب عليهم الالتزام بالقوانين. إذن هذا هو السؤال الثالث يلي هو قلنا انه المانيا هي دولة دستورية. شو معناتها الحكي؟ انه كل المواطنين والدولة يجب عليهم الالتزام بالقوانين. ننتقل هلا على السؤال الرابع. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland؟ ما هو الحق الذي ينتمي للحقوق الاساسية في المانيا؟ سؤال كتير سهل. عندنا اول شيء Waffenbesitz، Faustrecht، Meinungsfreiheit، Selbstjustiz. الأولى سهلة، Waffenbesitz، امتلاك السلاح. Faustrecht، Meinungsfreiheit، حرية الرأي. و Selbstjustiz. هلا بالنسبة ل Faustrecht و Selbstjustiz، التانية والرابعة هني مشابهين كتير لبعض. التانية Faustrecht، هلا Faust لحالة هي قبضة، وريشت إنه الواحد ياخد حقه بإيده، أو مثل فينا نقول شريعة الغاب. كمان Selbst Justiz هي تاخد حقك بنفسك، تاخد حقك بإيدك. مثلا واحد سرقك بتقتله، أو أي شيء ما بترجع للدولة أو للحكومة. والأولى طبعا عندنا امتلاك السلاح. ومنوصل على التالت اللي هي Meinungsfreiheit. أكيد الجواب الصح كتير واضح وسهل يلي هو جواب التالت. أكيد في عنا امتلاك السلاح ما أنا موجود بالحقوق الأساسية، ولا شريعة الغاب حق القوي، ولا تاخد حقك بإيدك. أكيد حرية الرأي كتير سهل وواضح هذا السؤال. وهذا هو السؤال الرابع يلي هو كان شو الحق الموجود ضمن الحقوق الأساسية بألمانيا، وطبعا هو حق حرية الرأي. ننتقل على السؤال الخامس والأخير لليوم. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? الانتخابات في ألمانيا هي حرة. شو معناتها هالحكي؟ عندنا أربع خيارات. Man darf Geld annehmen. Wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten, eine bestimmte Kandidatin wählt. يمكن الشخص أن يأخذ المال. أكيد هون المقصود فيه الرشوة، إنه ممكن الواحد يأخذ رشوة إذا ما اختار مرشح أو مرشحة محددة. أكيد كلمة هون محدد هي شوية كلمة فخ، لازم الواحد ما يقع فيها. كتير واضح إنه هون يمكن الشخص فيه يأخذ رشوة إذا اختار مرشح أو مرشحة محددة. الخيار الثاني نور بيرزونن دي نوخ ني إم جيفينجنس واغن دورفن فيلن. بس الأشخاص الذين لم يسجنوا مسبقا يحق لهم الانتخاب. إنه بس العالم يلي ما فاتوا على السجن فيهم ينتخبوا. الخيار الثالث Der Wähler darf bei der Wahl wieder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. ناخب يجب عدم تأثير عليه أو إجباره في الانتخابات على التصويت لشخص محدد، وعدم تضرره بسبب خياره. شو يعني الحكي؟ طبعا الحكي هو تابع مثل ما قلنا أنه الواحد
عدم تأثير عليه مثل انه الرشوة او مصاري او نجبره عن نقي شخص محدد. وكمان عدم تضره بصير خياري انه اذا نقى شخص محدد انتخب شخص محدد ما ينضر من هالخيار. والخيار الرابع والاخير قال لي فال بغشتكتن بغزونن موسن فيلم. كل الاشخاص اللي فيهم ينتخبوا مفروض عليهم ينتخبوا، او يجب على كل الاشخاص المؤهلين لانتخاب التصويت. يعني انت مجبور اذا فيك تنتخب تروح تصوت لحدا. اكيد الخيار الاول هو انه ناخد رشوة اذا اخترنا مرشح او مرشحة محددة، اكيد مو كتير ضابط. البعد انه فقط الاشخاص اللي ما فاتوا على السجن فيهم ينتخبوا. الخيار الثالث هو الاكثر شيء منطقي، انه الناخب يجب اللي راح ينتخب حدا لازم ما نأثر عليه او نجبره انه ينتخب حدا محدد، واذا انتخب حدا معين لازم هو ما يتضرر بسبب خياره. والخيار الاخير انه اجباري كل العالم اللي فيهم ينتخبوا لازم يروحوا ينتخبوا. اكيد الجواب الصح هو الثالث، يلي هو انه لازم نحنا ما يكون في تأثير على الناخب أو نجبره ينتخب حدا محدد وأنه ما ينضر من هالاختيار. ممكن الواحد يخربط مع الخيار الثاني أنه الواحد إذا مسجون ما في ينتخب، بس لازم ننتبه عليه كتير هذا السؤال، أنه انتخاباته حرة. شو معناتها الحكي؟ أنه الشخص في ينتخب بحسب هو شو بده. وهيك مشاهدينا خلص الفيديو تبعنا اليوم، خدنا 5 أسئلة من فحص تيست لابن ان دويتشلاند. أكيد اعطونا رأيكم تحت بالتعليق، شو رأيكم بهالفيديو؟ حسيته طويل صعب؟ تحبوا يكون أقصر أو أطول؟ موفقين بدرسكم وبشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.